قال مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني بهاء دمتري إنه لابد من الوصول لتوصيات تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي. وأضاف دمتري أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب أن يكون لدينا إرادة حقيقية لخلق بيئة تشجع المستثمرين على العمل على أرض الواقع. مشاركة الصناعة حاليا في الناتج القومي المحلي هي حوالي 16%، والمفروض ان احنا بنسعى ان احنا نوصل بها من 30 ل 35%. هذا الرقم لم يؤخذ كده اعتباطا، هذا الرقم اخذ بناء على تجارب دول شبيهه باوضاعنا الاقتصاديه والاجتماعيه والديموغرافيه. هذا رقم صحيح هو يبدو ان هو ضعف، لكن مش مهم، المهم ان احنا نبدا، والمهم ان احنا نضع خطه نتج عن توصيات ومعاناة اللي اتقالت النهارده واللي بتتقال دايما ما هياش جديده، نضع خطه بقى لمواجهه هذه التحديات وتنفيذها والوصول بما نستحقه احنا كمصر وكشعب مصري للمستوى الذي يليق باقراننا.